طعم عسل الفنكوش وصل. اخو بيك على الوالدين ما يجمعك. قعدت منشير لي منشرنا في عشو العشو هذا وشي خلصونا. معليش خير من وجهه. لا ما بزاف ها. الله يا رب يكونوا هما يا رب يكونوا هما. السلام عليكم، واش راكم؟ صافا عجبتكم؟ بصح ما خلصتوناش بزاف باش نتفاهموا. قلتوا لنا المره الجايه تخلصونا مليح. نوت فاوند اي بصح نوت فاوند خدمه 5 مسلسلات لازم 5 فوا واش خلصتونا على 10 و10. زيدونا شويه. مشات العشيه تكون واجده. صحيت سلامه صح. كوموند جديده بعد الفيديو الاول اللي عملناه على مسلسل 10 و10، بزاف ناس انتقدونا وكان اللي عملوا لنا حمله تاع ديسلايك. امر كنا نتوقعوه لانه الناس ماهيش متعوده كثير على النقد، لكن في نفس الوقت وصلتنا بعض التعليقات اللي خلتنا نفكروا انه مستوى الوعي عند الناس راهو في تحسن. كاين ناس طالبونا باش نعملوا فيديوهات على اعمال اخرى باش نثبتوا لهم باللي احنا ما عندناش مشكله مع جعفر قاسم. هذو الناس ما كانش على بالهم باللي احنا منذ البدايه كنا مقررين انه نعملوا اكثر من فيديو. وفي هذا الفيديو راح نحكيوا على اعمال اللي انجتها شركه نوت فاوند شهر رمضان، اللي هي المسلسل الدرامي الخاوه واربع مسلسلات كوميديه اللي هي انا وياك، بيبيش وبيبيشه، تحت المراقبه، والقصبه سيتي. انا وياك ما شاحين نضيعوا وقتنا ووقتكم ونحكيوا عليه، لانه سكاتش بسيط ما عندناش كيفاش نقيموه ولا يعني ننتقدوه. راح نركزوا على الاعمال الاخرى، ومن خلال هذه الاعمال راح نطلقوا جوج مفاهيم في صناعه الاعمال التلفزيونيه، اللي هي الاقتباس او الادابتاسيون ولا اشاد دروا، والمفهوم الثاني اللي هو الكليشي. نبداو بالاقتباس او الاشاد دروا ولا الادابتاسيون، اللي هو مفهوم شفنا انه الناس شويه مختلط عندها بعد الفيديو الاول اللي عملناه. الفرق بين الاقتباس والبلاجيا، الاقتباس او الاشاد دروا هو انك تروح تشتري حقوق عمل تعمل في بلد اخر وتجي تعمله في بلادك بنفس التفاصيل تقريبا. هذا مفهوم ينطبق على المسلسلات وينطبق على برامج تلفزيونية. ولو كان نشوفوا بعض البرامج التلفزيونية اللي تعرض على عديد القنوات العربية، كما البرامج اللي تعرض على MBC Arab's Got Talent ولا Arab Idol ولا The Voice ولا The X Factor، هذه كلها برامج يعني عالمية اشترت MBC الحقوق تاعها وعملت فورمات نفسه في نسخة عربية. في هذه الحالة تسمى اقتباس ولا ادابتاسيون ولا اشاد دروا، ما تسماش بلاجيا. في المسلسلات الرمضانية كاين بيبيش وبيبيشه اللي بزاف ناس قالوا باللي مسروق، في الحقيقة هو اشاد دروا، يعني الناس هذه اشترت الحقوق على النسخة التونسية اللي هي بنت والد، عملوا بنت والد النسخة الجزائرية وبعدين بدلوا لها الاسم وسموها بيبيش وبيبيشه. ما شاحين قانو مع انغاريون في اللي هو كونسيبت فرنسي، وراح ندخلوا في متاهات اذا بنت والد النسخه التونسيه سرقوا عليه ولا شراو الحقوق، لانه ما عندناش هذه المعلومه. لكن حابين نوضحوا لكم الفرق بين بنت والد النسخه التونسيه وبنت والد النسخه الجزائريه. وهو نفس الشيء اللي تعمل مثلا في سويتشرز تعمل في المغرب قبل ما يتعمل في الجزائر، ونفس الفريق الفني اللي عملوا في المغرب جاء عملوا في الجزائر، برك الممثلين تبدلوا، نفس السيناريو، نفس الحوار، نفس الاحداث، فقط البلد تغير. انا اسمي امين، كنت كي انا كي الناس، حتى وصلت لي حاجه ما تدخلش في الراس، هذه هي حكايتي. هاد الشيء اللي غادي تشوفوا ما عمركم ما شفتوه في حياتكم. في هذه الحالة ما تسماش سرقة، ما تسماش بلاجيا، تسمى اقتباس. البلاجيا هي انك تروح تاخذ عمل تقلده بحذافيره بلا ما تذكر المصدر الاصلي اللي خذيت منه واش هو، وبلا ما تروح تخلص المنتج الاصلي ولا اصحاب الحقوق الاصليين على اساس انك تعمل نفس النسخة في بلدك. لما تاخذ الافكار وتنسخها وتعاود لها كوبي كولي في بلادك تسمى بلاجيا. الان نروحوا للنقطة الثانية اللي هي الكليشي. الكليشي اللي هي حاجة شفناها في كامل مسلسلات نوت فاوند، ورايحين نوضحوا واش هو الكليشي وعلاش الكليشي مزعج بالنسبة للمتفرج. واش هو الكليشي؟
كليشي هو انك تستخدم صورة نمطية معروفة عند الناس كامل ومكررة ومستهلكة وشفناها عشرات المرات، تستخدمها تحطها في العمل الفني تاعك وين ما تخلق حتى إبهار ولا حتى جديد عند المشاهد. ويكون الأمر أسوأ لما يكون هذا الكليشي مستورد، يعني كليشي ما عنده حتى علاقة بالبيئة تاعك. مثلا كليشي تاع الفيلم وستان لما يكونوا يبحثوا على شخص ويعلقوا لي بوستر في الحيوط اللي مكتوب عليهم wanted 1 مليون دولار وعليهم صورة الشخص اللي هم يحوسوا عليه. في تحت المراقبة الشوفير اللي يلبس لينيفورم بلا حتى سبار، الكبار اللي يلعبوا لعبة تاع ولاد صغار وهما لابسين لبس تاع ولاد اللي يقراوا في لي زيكول بريفي جيست باش يوصلونا الميساج بلي هما ولاد صغار. في القصبة سيتي العبقري اللي لازم يكون داير نواظر، الطفلة اللي تبيع في الزرقاء واللي لازم تكون شوية مسترجلة، البطل اللي يحكي مع الكاميرا واللي هي نظرة إخراجية مستهلكة وشفناها في بزاف مسلسلات كوميدية كما جميل وهناء، المحقق اللي يلبس مونتو طلواكار ويحط شابو على راسه ويحقق مع متهمين في بلاصة تشبه الزنزانة، حاجة اللي ما عندها حتى علاقة بالواقع. عندنا الطفلة اللي تلاقى بواحد في كافيتيريا في المشهد الأول وفي المشهد الثاني لسبب ما يمشيوا على شط البحر، نوتا العائلة الثرية اللي لازم يكون أنيق وديما داير بابيون حتى في أيامه العادية. هذا ما يمنعش أنه فيه بعض الأشياء الإيجابية في هذا المسلسل، كما الأداء تاع الممثل حسن كشاش والممثل جمال غوتي اللي عرفوا باللي تقدر تأدي الدور تاع البرجوازية بلا ما تزيد عليها. في الوقت اللي شفنا بزاف ممثلين في العوض ما يأدوا الدور تاعهم بداوا يستمتعوا بهذيك اللحظة تاع أنهم عايشين في فيلا وعندهم يعني طوموبيل لاكلاس. نتمنى أنه نكون وضحنا لكم الفرق بين أدابتاسيون والبلاجيا، ونتمنى أنه فهمتوا شوية على الكليشي. إذا لاحظتوا أمور مرتبطة بالكليشي في إحدى المسلسلات اكتبوها لنا في التعليقات، وإذا عندكم اقتراحات للحلقة الجاية اكتبوها لنا، ممكن أنه نخصوا حلقة سبيسيا على مسلسل الخاوة فيما بعد. إذا كنتم موافقين على فكرة اكتبوا لنا أيضا في التعليقات. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، اشتركوا في القناة، وكونوا دايما من الناس اللي تحوس على الحقيقة. إلى اللقاء.